الاسعار نفس الاسعار بس شويه قسمنا بها شويه ارتفاع، يعني ما هذاك الارتفاع. والاقبال هم مو هذا الرباعيه كلها، والاقبال هم يعني مو هذاك الاقبال، لانه الناس تعبانه، الناس قاعده ببيوتها بطاله، اكو ناس اشخاص يعني يشتغل يوم بيومه يحصل ياكل، ما يحصل ما ياكل، شلون اخويا؟ ف ما هذاك الاقبال يعني. اي لانه ليش؟ بسبب البطاله، الناس قاعده بطاله، لا شغل لا عمل. بضاعه يعني بضاعه؟ والله تصلنا بس يعني بصعوبه بكذا. غير شويه هذا المنع التجول شوي يساعدون الناس، يلقون لهم علاج مقابل هاي البطاله، مو المواد الحصه الغذائيه بس يكون هاي توصلوها. اقبال الناس مو ذاك الاقبال الصحيح ولا ذاك الاقبال شلون نقول الكثير. ليش؟ اول شيء عمل ماكو. يعني هسه انا نجي من حضرة جوال الى حضرة جوال، اللي يقدر يطلع يعمل، يعني خاصة اللي مثل الأعمال يقدر يشتغل بالبيوت يقدر يعمل. أما اللي ما عنده الموظف قال شوف أنت الرواتب كلها قاعدة تتأخر لي 10 بالشهر، لي 9 بالشهر، لي 8، لي 7 بالشهر. طبعا الموظف إذا راتبه ما يكفي. نطالب من الحكومة. تريد احنا نطالب من الحكومة؟ رحم الله أمكم. نطالب من الحكومة، شوف التجربة الصينية في بداية أزمة كورونا، احتوت الشعب كله، قامت تيجي تدق الباب على المواطن تقول هاك أكلك وشربك ولا تطلع لا تطلع. احنا بالعراق ما شفنا هيك شيء، انه تجي المواد الغذائية تالفة. طيب ليش لا التجارة تعين المواطن ولا الدولة تعين المواطن؟ وين نروح؟ كل شيء ما اختلف عندنا، بس اختلف عندنا هنا البطاله. العالم هسه احنا عم نشتغل كله يوم بيوم وبطالين. تعال شوف الوضعيه من صارت لحدنا كلها بطاله، يعني بالاسبوع ما عم نقدر نشتغل لنا نهار نهارين. وهاي المنطقه انتم تعرفوها من زمان، يعني كلها عمالها تعبانه هنا. يعني اذا ترباعها تشتغل بشتفها، لا تقول عنده محلات، لا تقول عنده مثلا املاك تأجر ويجي له وارد. يعني يشتغل ياكل، ما يشتغل ما ياكل. ثاني شيء واكم انه قاعد ايجار، هسه يعني ما قاعد ايجارك وغيري قاعد ايجارك، وناس هنا نعرفها والله ما تستطيع، ما المولده ما عنده. يعني مال مويدة تدفع ما عنده. وهاي انطونا على اساس مال منحه، ناس استلمت وناس انا استلمت، غيري ما استلم. الغيري عنده 3 نفرات استلم مال 6، الاخ عنده 6 استلم مال 2، يعني هم عداله ماكو. خلي يشوفون هاي الوضعيه العالم، يمشون الامورات العالم، احنا بنضل يوميه منع التجوال ويوميه مسدوده، والعالم دا اشوفها تمام عاد تمشي بالشارع العالم، بس والله ما مرتاحه. والله الناس عاد تدين وتعيش.